بسم الله. دلوقتي هنشوف خاصية جديدة وكويسة عبارة عن إن أنا أخلي في بعض الأشكال تزوب في الخلفية. ده الموضوع ده اسمه ديبس كيوينج. عشان أبدأ أشغله أو أفعله هقول له من فار كليبنج. في الإليفيشن هقول له كليب وزود لاين بدل نو كليب. وأجي هنا أقول له أنا عايز جرافيك ديسبلاي أوبشن، وهقول له لا، حاجة جديدة هي ديبس كيوينج. فأقول له أنا عايز أبدأ أغير بالشكل دوت. الفيد ليمت هتبقى قد ايه؟ اقول له ابلاي. هتلاقي بعض الاشكال بدأت تزول في الخلفية اللي ورا بالشكل دوت. طيب ممكن اقول له لا، خلي النير وقلل الفير شوية. ابلاي. تمام. تبدأ حتى الحاجات اللي قريبة مني نوعا ما زي العربية دي بدأت تختفي وهكذا. دي من التحديثات اللي موجودة في ريفيت 2017. اخوكم عمر سليم.